بسم الله والصلاة والسلام على سيدي وتاج راسي محمد بن عبد الله. معكم محمد الجسور غاوي تنبيش في المعلومات، وعشان كده قناتي اسمها تنبيش. اشترك في القناة عشان تعرف كل جديد ومفيد وغريب وعجيب. النهاردة هحاول أجيب لسيادتك عن سؤال واحد بس. يلا بينا نعرف إيه هو السؤال وإيه هي الإجابة. السؤال: هل تصدى علماء المسلمين لمشكلة طول ساعات الصيام في أوروبا؟ نقول وبالله التوفيق، طول ساعات الصيام في دول أوروبا بيثير جدل واسع بين المسلمين اللي بيقيموا في هذه البلاد، خاصة وأن عدد ساعات الصيام يصل إلى حوالي 19 ساعة يوميا في دولة زي بريطانيا، وعن 20 ساعة يوميا في الدول الإسكندنافية زي السويد والنرويج. ونظرا لأن هذا الوضع بيمثل مشقة بالغة بالنسبة لقطاع كبير من المسلمين في أوروبا، دعت منظمة كويليام الإسلامية في بريطانيا إلى تعديل مواقيت الصيام. فقد نقل مديرها الأستاذ أسامة حسن أن الصيام من طلوع الشمس إلى مغربها قد يشق على البعض، لأنه بيمنعهم من الصيام والمية لمدة 19 ساعة، ولهذا فإن تعديل المواقيت سيكون أمرا عادلا. وسبق أن صدرت فتوى عن مؤسسة الأزهر الشريف في مصر في عام 1982 ترى أنه في الدول التي يطول فيها اليوم بشكل غير طبيعي كما هو الحال في دول شمال أوروبا، يجوز للمسلمين الاختيار بين أمرين. الأمر الأول الصوم حسب مواقيت البلاد المعتدلة التي نزل فيها التشريع الإسلامي زي مكة والمدينة، أو يحسبوا وقت الصوم باعتبار زمنه في أقرب البلاد اعتدالا إليه. ومالت الفتوى إلى أن يصوم المسلمون في البلاد التي يطول نهارها نفس عدد الساعات التي يصومها المسلمون في مكة أو المدينة، غير أن كثيرا من المنظمات الإسلامية في أوروبا فضلت التزام الصمت تجاه هذه القضية، أو اختارت القول بوجوب صيام النهار كاملا ولو بلغت عدد ساعاته 20 ساعة يوميا، وترفض الصيام حسب توقيت مكة. ويرى أصحاب هذا الرأي أنه طالما كان هناك شروق وغروب للشمس يجب الالتزام بالصيام من طلوع الشمس إلى غروبها حسب البلد اللي بيقيم فيها الفرد. وامتد الجدل حول طول ساعات الصيام إلى المدارس في بريطانيا، إذ طالبت مجموعة من المدارس الابتدائية في لندن طلابها المسلمين بعدم الصيام. وعلى سبيل المثال أرسلت مدرسة باركلي الابتدائية بحي ليتون في لندن خطابات لأسر التلاميذ المسلمين تخبرهم بأنها منعت تلاميذها من الصيام لأنه حدثت من قبل حالات إغماء أو عدم قدرة على متابعة الدراسة بشكل كامل بسبب الصيام. وبكده الفيديو خلص، بس الموضوع لسه ما خلصش. ياريت أكون ضفت لسيادتك معلومة جديدة. ألتقي بكم في فيديو جديد وتنابيش رمضانية جديدة. ما تنساش تصلي على حبيبي وسيدي وتاج راسي محمد بن عبد الله، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات واللايك والشير والكومنت. أنا محمد الجسور، لكم مني أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.